تقول الباحثة في علم النفس الدكتورة كيت سويني: بدت أقرب إلى أن أكون محترفة في الشغل القلبي، يعني هذا كلام من شخص احتواه القلب، أبدا من شخص ما راح ينظر عليك بكلام فاضي. يقول الدكتور إن القلق يمتلك سمعة سيئة في العالم، إلا أنه ليس بالسوء الذي نعتقد، وليست كل أنواع القلق غير مشكلة. بس معلش ممكن تقولي على هو الموضوع من هذا الشيء.
خدام محضر. يعني الأجواء أكيد لسه فترة طويلة.